مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا بدينا في الأسبوعين الماضيين نتكلم على قضية السمنة اللي هي آفة كبيرة في العالم وخاصة في المغرب الكبير، واليوم كنا تكلمنا على ما هي السمنة، كيف تحدث عن النساء عند الإنسان، واليوم راح نتكلم على المضاعفات تاع السمنة، يعني أن السمنة عندما تجي ما تبقاش غير سمنة وخلاص، راح ينتج عليها مشاكل أخرى صحية كثيرة جدا راح نشوفها اليوم، ونشوفوا بداية الحلول. ما هي الحلول مثلا تاع الطب لقضية السمنة؟ والأسبوع القادم إن شاء الله نرجعوا للحلول الطبيعية للسمنة ونشوفوا كيف ممكن شوية صعبة، لكن الحلول الطبيعية راح تكون هي الأحرى من وهي اللي تساعد كثير على استرجاع الصحة تاع الإنسان. لكن الحلول الطبية ممكن كما نشوفوا راح يكون فيها شوية مشاكل. على كل نبدأ في المضاعفات، وقبل المضاعفات راح نشوف بصفة خاطفة الشيء اللي شفناه من قبل على السمنة على سبيل المراجعة. فقلنا أن السمنة آفة كبيرة في العالم، وفي المغرب الكبير هنالك عشرات من الملايين من الناس المصابين بهذه القضية. ونشوفوا شفنا الأسباب نتاع السمنة هذه، هو أولا وقبل كل شيء قضية الأكل. التغذية نتاعنا هي اللي راهي مشكل، وطبعا مش تغذية فقط، هي عدم مراعاة شيء هنشوفه ألا وهي السنن الكونية اللي خلقها الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني اللي يؤدي إلى هذه السمنة الأوبيزيتي، عندنا السمنة الخفيفة اللي هي سوربوا، وعندنا السمنة الكبيرة اللي هي تمرض الإنسان وتعطي مضاعفات اللي هي الأوبيزيتي. فالشيء الثاني هو بعض الأدوية كما الكورتيكويد، وشفنا مثلا أن لابيل كونتراسيبتيف حبوب منع الحمل أيضا يؤدوا في كثير من الأحيان إلى السمنة تاع النساء. و تأتي في الأخير الجينيتيك، يعني الوراثة، ممكن الإنسان يورث هذه السمنة من أم أو أب يكون سمين حتى هو. فالسمنة هذه تأتينا من تراكم بعض الشحوم. كيف ما هي هذه الشحوم؟ عندنا نوعين من الشحوم هذه. عندنا الشحوم اللي هي يقولوا بغون بنية، واللي هي عادة موجودة في جسم الإنسان، وهي هي الحميدة السليمة اللي عادة توجد في جسم الإنسان. وعندنا الدهون أو الشحوم البيضاء اللي هي تكون دهون أو شحوم زائدة للكبد نتاعنا ما يقدرش يتحملها، فيبعثها لأماكن كثيرة من جسم الإنسان باش يتخلص منها، لأن ما يقدرش يتحملها. وبعد حتى هو إذا بعد هذا الدهون هذه كثرت في جسم الإنسان، تولي البعض منها تتراكم في الخلايا تاع الكبد، والكبد يولي عنده اللي يسموه لاستياتوز هيباتيك، يعني ان الخلايا تاع الكبد نفسها هي تولي شحم. فقبل هذا الكبد يبعد على الدهون هذه عليه او الشحوم هذه عليه، ويخلي يخزنها في جسم الانسان. فكيف تبدأ هذه الشحوم تتراكم؟ عندنا قلنا الشحوم البيضاء هي اللي تبدأ تتراكم، وتتراكم في مكانين معروفين في جسم الإنسان. أولا تجي تحت الجلد مباشرة في كل الأماكن، خاصة من البطن إلى ما فوق، وعند النساء تحت البطن. فالشيء الثاني
هو أن الشحوم البيضاء هذه تتراكم حول العضلات الداخلية، تتراكم حول المعدة، تتراكم حول الكبد، تتراكم حول الرئتين، تتراكم حول القلب، تتراكم حول الطحال، حول البنكرياس وشيء من وهكذا. فعندما تتراكم على العضلات الداخلية راح تبدأ تخنق فيها شيئا فشيئا، وهذا راح يؤدي إلى كثير من الأمراض. فهنالك هذا النوع من السمنة اللي تهلك الكبد وتهلك الجسم نتاع الإنسان خارجيا وداخليا، هذه راح تعطينا مضاعفات. هذا هو المشكل الكبير، والمضاعفات هذه كثيرة. السمنة عندها مضاعفات كثيرة اللي قد تهلك الإنسان. الشيء الأساسي اللي لابد علينا أن نفهمه هو أن هذه السمنة ما هي إلا مساس بالسنن الكونية. الله سبحانه وتعالى خلق الناس سنن في الكون، هذا لابد نتبعها. إذا ما تبعناهاش راح تجينا كثير من الأشياء، من بينها هذه السمنة أساسا. فالسمنة كمساس بالسنن الكونية، السنن الكونية هذه هي قوانين جعلها الله سبحانه وتعالى في الكون باش الكون هذا يمشي بصفة منتظمة، كالساعة هذيك فيها كلوك وورك ولا ماشينري تمشي، كل حاجة تمشي بدقة باش تؤدي وظيفة في جسم الإنسان أو في العالم. فإحنا نعرفه بأن التغذية نفسها من السنن، الإنسان اللي ما يأكلش ما يتغذاش شيئا فشيئا راح يموت. عندنا النوم، شكون اللي يقدر يستغنى عن النوم؟ ممكن نستغنى عليه يوم يومين ثلاثة أربعة، بعض الأحيان في حالات أخرى سبعة ثمان أيام، ممكن عشرة، ولكن لابد أننا نرجع ننام. النوم إذا ما نمناش حتى هو يكون عنده مضاعفات أخرى على جسم الإنسان. عندنا قضية الجاذبية، شكون اللي يقدر، من يقدر يتحدى الجاذبية ويطلع على عمارة أربعة الطبقة 14 20 15 12 ويحاول يقفز من هناك؟ شكون اللي يقدر ينقز من الطبقة 10؟ حتى واحد ما ينقز، لأنه يعرفوا بأن إذا الإنسان قفز من طبقة 14 راح يموت، غير إذا الله سبحانه وتعالى ما كتبوش بيموت في هذيك الأونة. فإحنا نعرف بأن لا بيزونتور، لا لوا لا بيزونتور تقتل الإنسان إذا إنسان تحداها. فإحنا يا هذه القوانين الله سبحانه وتعالى اجعلها دائمة، ولا واحد يقدر يغيرها، ما تتغيرش، هي سنن اجعلها الله سبحانه وتعالى ما تتغيرش. لكن احنا نعرف الإنسان الحديث هذا يتعداها، يحاول يتعدى عليها، لكن عندما يتعداها راح يخلص. والسمنة هذه من الأشياء اللي قلت بأن السمنة هي مساس بالسنة الكونية. السمنة هي نتيجة لتعدي على سنة من سنة الكون، يعني أن الإنسان لابد يأكل قليل، وأن الإنسان يأكل لابد يأكل أكل سليم، وأن الإنسان يأكل أكل كما خلق الله سبحانه وتعالى. دائما نقول هذه ونعود باش ما يكونش الأكل تاعو ملوث، الأكل تاعو ما يكونش مصفى. الإنسان العادي بعد الإنسان الحديث الغربي عندما جاءت الثورة الصناعية بدأ يغيرنا في الماكلة تاعنا، بدأت تتصفى، بدأوا ينحوا لها النخالة تاعها. الآن فاقوا بأن فطنوا إلى أن تصفية الأكل تاعنا أدت إلى أمراض كثيرة. لماذا؟ لأن التصفية نحت لها كثير من الأشياء اللي الله سبحانه وتعالى
جعلها في الأكل. هذه السنة، سنة كونية يعني لوا كوسميك، ما نقدرش نغيروها. بدينا نغيروا في الأكل تاعنا بدأت تجينا مشاكل. فمن المشاكل هذه هي أن كثرة الأكل وتلوث الأكل تاعنا ومضافات إلى الأكل هذه خلتنا نوصل إلى آفات كثيرة، من بينها السمنة. فالسمنة هذه قلنا عندما تجي ما تبقاش وحدها هكذاك، لابد تؤدي إلى مضاعفات أخرى. لوبيزيتي من فاتالمون sur le long terme a des conséquences désastreuses pour la santé. فما هي هذه المضاعفات نتاع اللي تجي من جراء السمنة؟ فالمضاعفة الأولى هي المضاعفة على الجهاز الهضمي. وش يصير في الجهاز الهضمي؟ قلنا السمنة هذه تأتي من دهون يتخلص منها الكبد، لكن عندما الدهون هذه تتراكم تحت الجلد وتتراكم حول العضلات راح بعد تولي تحاول ترجع للكبد تاع الإنسان والخلايا تاعه، يعني الكبد يعد ما يقدرش يتخلص منها، فالخلايا تاعه نفسها تولي هي شحم. الخلايا تاع الكبد الهيباتوسيت هما يبداو يولوا شحم، واذا ولاو شحم يعودوا ما يادوش الوظيفه نتاعهم. وحنا شفنا بان الكبد عنده اكثر من 600 عمليه في الجسم تاعنا. اذا كانت الخلايا تاع الكبد ما تمشيش فكل 600 عمليه في جسم الانسان ما تمشيش، وبالتالي تعطينا مضاعفات، تعطينا دي كومبليكاسيون. فمن لي كومبليكاسيون هذه الاستياتوز، ان الكبد يولي شحم. وهذه اذا الكبد بدات الخلايا تاعو تولي شحم راح تؤدي شيئا فشيئا لباتيت، يعني التهاب الكبد. ومن هنا اذا كانت الخلايا ما تخدمش راح كثير من الاشياء تتراكم، من السموم تتراكم وتعمل لنا حجر. الحجر هذه تدخل المراره، تدخل المرارة، ومن بعد الأطباء يقول لك المرارة تلتهب، وعندما تلتهب يجب يقول لك نقطعها، وهذا أيضا راح يؤدي إلى مشكل واحد آخر. فكل هذا من مشكل السمنة، واللي هي أصلا جات من تعدي على الكون، على السنة الكونية، خاصة في التغذية. لو غوفلو غاسترو أوزوفاجيان، ثاني يجي الحريق من السمنة، تؤدي أيضا إلى الحريق بآليات مختلفة. السمنة تؤدي إلى مضاعفات أخرى، هي مضاعفات في المفاصل. مضاعفات في المفاصل غالب الأحيان هي الأرتروز. الأرتروز هذه أنواع كثيرة. فالسمنة تؤدي إلى مضاعفات في تاع لاتروز تاع الباسن تاع ليونش، تؤدي الى لاتروز تاع الركبتين، لاتروز دو جنو، تؤدي الى لاتروز دو راشيس في السنسور تاع الظهر العمود الفقري، وتؤدي الى لاتروز تاع اليدين، يعني هذا المفاصل الصغيره هذه تبدا لاتروز تديرها مشاكل. فهذه المضاعفة الثانية للسمنة. السمنة تؤدي إلى هذه المضاعفات. عندنا مضاعفات أخرى، ألا وهي مضاعفات تاع الحرق، تاع عملية الحرق تاع المأكولات تاع الإنسان في الجسم. عندما نتغذى الجسم تاعنا يحرق على الأشياء، بيعمل الوقود بيعطينا الطاقة. فهذه لي كومبليكاسيون ميتابوليك، هذه المضاعفات اساسا تؤدي الى اثنين من الاشياء، من بينها الى كثير من الاشياء، من بينها مرض السكر. احنا نشوفوا اساسا هذه افه كبيره في العالم، وخاصه في بلداننا، في بلدان المغرب اللي هي تمنا. ليش؟ لان هذه ايضا تاتي من قضيه عدم الحركه، وخاصه الأكل السيء ولا كثرة الأكل، وخاصة السكريات.
الشيء الثاني هو النقرس، هو لاغوت اللي تقيس خاصة أصابع الرجلين واللي هي مؤلمة جدا. هذه على مستوى المضاعفات الميتابولية، المضاعفات تاع الحرق، الجسم الثاني يعود ما يقدرش يحرق، فتبدأ كل السموم هذه تتراكم في المفاصل، في الركبتين، في كل مفاصل تعالتين، عندما يكون مفصل من المفاصل في جسم الإنسان حتى في الرقبة أيضا، إلا والسموم هذه تبدأ تتراكم فيه من جراء سوء التغذية. فعندنا مضاعفات أخرى هي مضاعفات على مستوى الكلى، وش رح يحدث لنا على مستوى الكلى؟ تولي عندنا انسفيسونس رينال كرونيك، يعني الكلى نتاع الانسان يمرضوا، يعودوا ما يقدروش يخدموا، وهذا يبقى بصفه مستمره كرونيك يعني دائمه، وهذا راح يؤدي الى امراض اخرى. احنا نشوفوا من مرض، اي كل مرض يؤدي الى مرض اخطر، وهذاك المرض اخطر الى مرض اخطر حتى الانسان ينتهي. فالسمنه تؤدي الى مرض الكلى، واحنا قلنا ان من بين الشحوم اللي تتراكم، الشحوم تتراكم تحت الجلد وخاصه تتراكم حول تغطي العضلات الداخليه من بينها الكلى. الكلى يعني عندما تغطى بالشحوم هذيك تعود ما تخدمش، يعني العمليه تحت تعود صعبه جدا. وبالتالي من خارجيا تكون مغلفه، وداخليا ثاني الدهون تبدا تهدم في الكلى من الداخل، من الخارج ومن الداخل، وهذا يؤدي الى عدم عمل سليم للكلى. والشيء الاخر هو ان السمنه تؤدي الى لانكونتينونس يورينير، يعني الانسان يعود ما يتحكمش في البول. وحنا نشوفوا الناس اللي يكونوا سمان بزاف بعض الاحيان عندما يعطسوا ما يقدروش يتحكموا في البول، البول يخرج هكذاك بدون ما يقدروا يتحكموا فيه. هذه على مستوى الكلى. هنالك مستوى آخر، مستوى آخر خطير، ألا وهو مستوى السمنة تؤدي إلى بعض السرطانات. وسرطانات هذه عند الرجال السمنة تقدر تؤدي إلى سرطان الحلق، تقدر تؤدي إلى سرطان الغدة الدرقية، تقدر تؤدي إلى سرطان الكلى، سرطان الكولون، سرطان الكبد، سرطان البنكرياس، والميلوم ميتيب اللي هو سرطان الخلايا اللي تخدم لنا الدم، تخدم لنا الخلايا تاع الدم. هذه عند الرجل. كل الأشياء هذه ما قلناش تحدث حتما، لكن إذا كانت السمنة خطيرة جدا ممكن تؤدي إلى هذا النوع من السرطانات عند الرجال. أما عند النساء فممكن تؤدي إلى سرطان في الرحم، تؤدي إلى سرطان في المرارة، نفس الشيء سرطان الحلق، سرطان الكلى، سرطان التيرويد، الغدة الدرقية، سرطان الثدي، خاصة للنساء بعد المينوبوز، وتقدر تؤدي إلى سرطان الدم اللي هو لوسيمي. هذه ما قلناش بأن هذا السرطانات حتما تكون على الناس اللي سمان، لكن في كثير من الأشياء ممكن حسب ظروف أخرى، حسب عوامل أخرى، ممكن السمنة اللي تكون شرسة، السمنة الكبيرة ممكن تؤدي إلى هذه الأنواع من السرطانات عند النساء وعند الرجال. مضاعفات أخرى للسمنة هي مضاعفات هرمونية. كيفاش؟ عند الرجل الإنسان يعود يقدر ما عندوش القدرة التناسلية باش يعود يؤدي الواجب تاعه، حتى المني تاعه يكون ضعيف، يبدأ يضعف، فالإنسان ما يقدرش
يؤدي وظيفة التناسل. المرأة نفس الشيء. احنا نعرفه كثير، هنا عندنا حالات كثير من النساء اللي تكونوا سمان كثير ما يقدروش ينجبوا، ما يقدروش ينجبوا أولاد، ما يقدروش يولدوا، وهذا أساسا هي السمنة اللي تخلي تقلص من القوة التناسلية للمرأة والقوة التناسلية للرجل، فلابد أن نراعوا هذا. الناس اللي سمعنا كذلك ما يقدروش يجيبوا الأولاد، أول شيء يعملوه هما يشوفوا واحد مختص في التغذية، النوتريسيونيست ولا النوتريسيونيست اللي يساعدهم على فقد الوزن. عندما الإنسان يفقد الوزن تبدأ كل الأمور تروح. احنا نشوفه بأن الإنسان كيف يفقد الوزن، المضاعفات الأخرى اللي تكون جاته كمرض السكر كالعقود أشياء أخرى تبدأ حتى هي تبدأ تروح. يعني السمنة تعطينا أمراض أخرى، تعطينا أمراض مضاعفات في صيغة أمراض أخرى اللي شفناها، وإذا نحينا السمنة في الأمراض الأخرى اللي تكون جات نتيجة للسمنة تولي حتى هي تبدأ تروح، لأن الأصل السبب الرئيسي اللي أدى الأمراض هذه يكون مشى، فالأمراض هذه تزول. ولهذا لابد على الإنسان أنه يحاول بقدر المستطاع باش يتخلص من السمنة هذه، والطرق موجودة. نتكلم إن شاء الله على الحلول التحاف الآن الطبية وبعد الحلول الطبيعية في الأسبوع القادم إن شاء الله. الشيء الآخر للهرموني، المضاعفة الهرمونية عند المرأة هي الليرسوتيزم، يعني أن النساء يبدأ يجيهم شعر في اللحية، في الرقبة، في اليدين، في الوجه، في كل أماكن. هذا كنتيجة للسمنة، السمنة كبيرة. وحنشوف بعض أحيانا نشوفه في الشوارع بعض النساء ثنسمان عندهم شعارات تخرج منها وكثير من الشعر، وعندنا صور أيضا نشوفه نساء بتقريب لحية كالرجال. هذا من جراء اضطراب في الهرمونات اللي هو كان نتيجة للسمنة عند النساء. كومبليكاسيون بستريكال، هذو مضاعفات عند المرأة اللي تكون حاملة. المرأة تكون حاملة جهة تقدر جهة الأخر الليبرتنسيون يعني ضغط الدم، يقدر جهة مرض السكر نتاع الحمل، تؤدي بها القضية إلى أنها تعمل سيزاريان، تقدر جهة لزيموراجي. هذه كلها من جراء السمنة. السمنة تؤدي إلى كثير من هذه المضاعفات عند المرأة. الآن عند الجنين في بطن المرأة، المرأة اللي تكون سمينة تكون على سمنة كبيرة جدا، ممكن الجنين يتشوه بطريقة أو أخرى، ممكن الجنين يموت داخل الرحم، وحتى إذا أنجى الجنين وخرج قايتيك ممكن حتى هو يكون معرض للسمنة في المستقبل، لأن الأم أعطت الجينات هذوك نتاعها تاع السمنة اللي يدخلوا في الجنين، وعندما يكبر حتى هو يولي سمين. مسكين هو ما عمل ولا شيء، لكن الغلطة كانت عند أمه. وحنا نشوفوا كثير من الأمراض اللي تجي للناس هي تكون أمراض ورثوها من عند أمهم، أم ولا أب يكون ألكوليك يعني مدمن على الخمر، ممكن ولدهم يزيد مسكين، ولا بنتهم يزيد مسكين مهيئين لمرض السيروز مثلا. السيدة كيف نشوفوا كثير من الأولاد اللي ولدوا لأن والديهم كان عندهم السيدة، كي ولدوهما هما كان عندهم السيدة،
هم ما عملوا حتى ذنب مساكن يعني الأولاد كانوا ضحية لتصرف أنت أمهاتهم والأباء. فهذا كله من جراء السمنة. السمنة تؤدي تقدر تؤدي إلى أشياء كما هذه. عدنا مضاعفات أخرى، مضاعفات على الجهاز الكورة الدموية يعني جهاز القلب. الدهون تبدأ تتكاثر في الدم، وإذا تكثرت الدهون في الدم وش راح يجينا؟ جينا أمراض أخرى من أنواع كثيرة. تبدأ جينا الهايبرتنسيون، الضغط تاع الدم. يبدأ جينا العروق الكبيرة هذه تاع القلب الداخل تبدأ تتهرى، تبدأ تجيها مشاكل داخلين. نقدر جينا دي كوروناريت، التهاب لي كورونير هادو. انسوفيسونس كاردياك، عندما تكون الدهون مغلفة القلب من برا وتخرب فيه من الداخل، هذه وش راح توسي؟ راح تضعف القلب. القلب يحب يدق لكن تكون عنده القوة تاعو يدق يدق يدق، من بعد حين يعود ما يقدرش يدق بقوة، فيعود العمل تاعو ماهوش كافي لإدارة الجسم في جسم الإنسان. الخفقات تاع القلب تولي ماهيش منتظمة، خاصة عندما الإنسان ينام على جهة القلب هكذا يشوف بعض الأحيان الخفقات تاعو تروح ترجع تروح ترجع. هذا لتخوب الريتم كاردياك من جراء السمنة. و الأكسيدون فاسكولار سيريبرال يعني جلطة ممكن تحدث للإنسان السمين اللي عنده سمنة كبيرة جدا. و لي بروبليم فينو يبدأ يجو لي فاريس عند النساء خاصة، لأن النساء معرضات كثير لي فاريس، حتى الرجال يجوهم لكن النساء بأغلبية. فهذه المضاعفات على جهاز القلب. هناك مضاعفات أخرى من بينها مضاعفات جلدية، كثير من الأمراض تاع الجلد، ليفيرجيتور لي جو النساء، ليرسيتيزم تكلمنا عليه يعني كثرة الشعر على الجلد، حب الشباب، فقدان الشعر وما يشبه ذلك. عندنا طبعا السمنة أيضا تؤدي إلى مضاعفات أخرى، منها مضاعفات على نفسية الإنسان. الإنسان يعود ما يحبش الجسم تاعو، يعود عندما يكره نفسه، يعود ما عندوش ثقة في نفسه، أيضا الكآبة ممكن تجي، لا ديبرسيون، كل هذه الأشياء راح تأثر على عقلية الإنسان، على نفسية الإنسان. وإذا تأثر الإنسان نفسيا راح تكون سيركل فيسيو، راح يولي هذا يوقف الميتابوليزم، يوقف حرق تاع المأكولات في جسم الإنسان، وهذه راح تؤدي إلى أمراض في الجهاز الهضمي. يعني كل مرض يؤدي إلى مرض واحد آخر، كل مرض يؤدي إلى مرض واحد آخر. عندنا بعد المضاعفة الأخرى الاجتماعية، اللي هي الناس واحد لسمين يضحكوا عليه، يتمسخروا به، يديروا له كنية، أشياء كثيرة. مثلا يقول لك محمد سمين، فلانة سمينة، وهذه أشياء ماهيش مليحة لكن موجودة بين الناس. مضاعفات على مستوى آخر، مضاعفات على الرئتين. وش راح يصل لنا عندما الرئتين تكون مغلفة بالدهون بالشحوم خارجيا وتكون داخليا تتخرب، والقصبات تكون الدهون معمرة بها، واش يبدأ تجي لابني دي سومي. يعود الإنسان عندما يغوص الرئتين ما تقدرش تكون منيح، فيعود ينقطع التنفس تاعو. وإذا انقطع التنفس تاعو نشوف بعض الحين الإنسان يبدأ يقفز في 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 السريع في النوم تاعو، يقفز وتلقاه يبدأ يتنفس بقوة. فلابني دي سومي هذه مشكلة كبيرة وتؤدي إليها. من بين العوامل اللي تؤدي لابني دي سومي انقطاع التنفس هذا في الليل عندما يكون الإنسان نايم، من بينها السمنة.
فالسمنة كارثة كبيرة على صحة الإنسان. Insuffisance respiratoire chronique, نعرفوا باللي الناس اللي يكونوا سمان بزاف أو لأن الشحوم تكون مغلفة الرئتين تاعهم، نتكلم بصفة يعني سهلة، تكون مغلفة هذيك تخنق الرئتين، فين الإنسان يعود ما يقدرش يتنفس مليح، ما يقدرش يعمر الرئتين تاعو عندما يتنفس، فكل ما يعمل حركة صغيرة إلا والضيق فيه النفس، هذا من جراء السمنة. الشيء الآخر هو أن الإنسان يبدأ تجيه الضيقة الربو بصفة مستمرة، والربو يدير مشاكل أخرى ويؤدي إلى أمراض أخرى، والأشياء من مرض إلى مرض. فمشاهدين الكرام، هذه هي المضاعفات اللي تؤدي لها السمنة. ما عطيتش تفاصيل كثيرة عليها، حبيت غير نمد مؤشرات لها، لكن حاولوا تكلمونا أنتما على المشاكل اللي تواجهوها فيما يخص السمنة، الناس اللي كانت عندهم سمنة وحاولوا يتخلصوا منها، ما هي الحلول اللي وجدوها، حتى كل إخوانا وأخواتنا اللي يكونوا يسمعوا يستفادوا. فممكن المكالمات تكون موجودة، خلينا نشوفوا الحلول الآن الطبية تاع الطب وش يعطينا. هل هنالك أدوية الأطباء يمدوها؟ الإنسان اللي يقول لكم بأن هنالك أدوية تعالج السمنة هذا يكذب، ماشي بالصح. الأدوية اللي تعالج السمنة يعني لو كانت أدوية سهل الحل، إنسان يأكل يهلك نفسه كامل ومن بعد يروح يأخذ قرصين يعطيهم للطبيب يأكلهم وسمنة تاعو تروح. كل شيء سهل هكذا، كان ربي خلق لنا سنن، سنن اللي يتعدى على السنة يخلص. وقلنا بأن السمنة هذه هي تعدي على السنن اللي خلقها الله سبحانه وتعالى، خاصة في الأكل وفي التصرف في نمط الحياة، تعدوا عليها نخلصوا سمنة من الأشياء اللي تخلينا نخلصوا. لكن الطب عنده بعض الحلول، والحلول هذه غالب الأحيان ما هي سليمة، يعني يعطونا حل بنفقد الوزن لكن تكون مضاعفات للعملية. عندنا العملية اللي يسموها الشيروجي بارياتريك، هذه وش توسي، يقدر الإنسان يروح يدير عملية يسقموا له الجهاز الهضمي الداخل. هناك طرق مختلفة، لأن كثير من هناك عمليات مختلفة يقدر يعملها الإنسان، وهذه أنا ما نعطيكمش الحلول هنا، أنتم تشوفوا اللي حب يشوف ما هي كل العمليات يروح يشوف الطبيب بتاعه ويعطيها له. عندنا هذا الجراحة وش تواسي، راح تخلي الكمية نتاع الأكل اللي تدخل في الجسم تكون كمية صغيرة، وبالتالي إنسان يأكل غير بالعقل. وثانيا المغذيات اللي تهضمها المعدة تاعنا الكمية صغيرة كلها ما تدخلش كلها في الدم، وما راحش تغذي الإنسان، الكثير منها يخرج. فهذه العملية تهدف إلى هذه الحالتين، أن الإنسان ما يأكلش بزاف، وثانيا المغذيات اللي يأكلها ما راحش كلها تفيد جسم الإنسان، راح تخرج، وبالطريقة هذه الإنسان راح يضعف. وهنالك قلت لكم كاين كثير من العمليات راح نتكلم لكم على واحدة منها، هذه الوحدة يسموها لاسليف غاستريكتومي، يعني بهذه الطريقة وش يواسو، هذه الطريقة هي كثير يستعملوها كثير، هذه وش راحين يقطعوا الكثير الأغلبية الكبيرة من المعدة، يعني يصغروا المعدة تاع الإنسان. كي يصغروا المعدة تاع الإنسان، الإنسان يعود ما يقدرش يأكل بزاف، هذه من جهة، ولكن يعود يأكل حاجة صغيرة بصفة متقطعة في النهار. الشيء الثاني اللي راح يساعد في هذه هو أن هذا الهرمون اللي يسموها لاغريلين، نحن قلنا في الماضي أن عندنا هرمونتين لاغريلين
ولا ليبتين. لا ليبتين هي اللي تعطينا الشبعة عندما الإنسان يشبع، هذيك الهرمونة هي اللي تجي تقول المخ تاعنا خلاص ما نزيدوش الماكلة. وبعد عندنا لاغريلين، لاغريلين هي اللي تعطينا الشهية. دائما الإنسان اللي يكون جيعان بزاف تكون عنده نسبة لاغريلين طالعة بزاف. وحنا نشوفوا بالعملية هذه لاغاستريكتومي اللي قطعوا فيها المعدة نسبة لاغريلين تنزل، وبالتالي إذا نزلت لاغريلين الإنسان ما يحسش بالجوع كثير. فهذه العملية هي اللي مستعملة كثير في الجراحة. هنالك عملية أخرى في المعدة، هذه مستعملة كثير في الجراحة، لكن المعدة اللي تتقطع ما راحش تزيد الجي. وهنالك ممكن تكون مضاعفات أخرى، أن الفيتامينات الإنسان يستوعبهاش مليح، ومن بعد لابد يكون عنده لابد يأخذ فيتامينات على الأبد به يعوض، وأشياء من هذا القبيل. فبهذه اللوحة الأخيرة ننهي هذه الحصة ونبدأ المكالمات، والرجاء كلمونا في هذا الموضوع، كلمونا في قضية السمنة والمشاكل اللي تواجهها. نبدأ بالسي الإدريسي من عنابة. سي إدريسي السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا بك. أنا من الجزائر. أهلا بك. مش من عنابة. من الجزائر مش من عنابة. عيط. مش من بجاية عفوا. لا مانيش من بجاية، من الجزائر، من عيطايا. من العاصمة عيطايا. الله يبارك، الله يبارك. تفضل خويا. يزيد فضلك، انا عيت لك السمانه اللي فات دونك سالتك، عندي لا طونسيون وعندي السكر، دونك قلت لي لا طونسيون شرب له البابي موس هذاك ولا واش نهيت دو فوا، شربته صافا، بصح السكر واش كيفاش حكايته؟ يعني كيفاش تخلص من السكر؟ نو برك عندي انا اللي هضرت لك عليها، هضرت لك على السكر السمانه اللي فاتت، هضرت لك على السكر ولا طونسيون. اي والله. قلت لي اسكي، قلت لي الخيار والبسباس. ايوه. والسنايريه، اسكي هذو السكر ولا لا طونسيون؟ هذو قلتهم لك بيضعفوا الانسان، هذو باش لا طونسيون تحبط لك. السكر هناك اشياء اخرى. شحال في عمرك سي دريسي؟ انا في عمري تقريبا دونك 73. الله يبارك. هل انت تمشي بزاف، تمشي شويه ولا ما تمشيش؟ نمشي. ايوه. فالمفروض مرض السكر لا طونسيون هي أول المشية، القليل من الأكل، شرب الماء بالقارص كل يوم، الماء بالليمون، عندك زوجري ثلاثة حكينا عليهم، وتنظيم الأكل. الإنسان يرجع إلى أكل طبيعي، خاصة الشلايض، كل ما هو بصل يوميا، بصل خضر في الشلاضة، بصل لاليتو الشلاضة، الطماطيش، الخيار، الكرافس، كل ما هو أخضر، كرنبيط مثلا، كل ما هو أخضر الإنسان يكثر منه. النسبة راح تكون تقريب 70% نتاع الأكل نتاع الإنسان يومين يكون ني خضر ماهوش طايب. وبعد عندك 30% هذيك ممكن الإنسان يفورها، الباقي يفوروا ولا يديروا في الكوشة، تبعد على القليان، تبعد على القليان. فهذه راح يساعدك. الشيء الثاني هو مانيش عارف اذا شفت الوصفه نتاعنا، عندنا وصفه راح طلعت على الشاشه، ممكن تنزلها من الانترنت. راني بعد على التلفزيون. خلاص كان الوصفه هذه، ممكن تعاود تشوف الحصه وتشوف العنوان تاعها، واسمها استراتيجي نوتريسيونيل دو سانتي ديجستيف اي جينيرال. داكور. استراتيجي بور لا طونسيون ولا السكر. هذه لكل شيء. هذه في اللي تعديل الاكل تاع الانسان باش امراض كيما لا طونسيون، السكر، لارتروز، الضغط تاع الدم، لاكني،
الحبشبه كل الاشياء هذه تبدا تروح له اذا الانسان غير الاكل تاعو حسب التعليمات اللي راني مديتهم في هذا الكتيب الصغير هذا اللي راه موجود على الانترنت. فهذه راح تساعدك على كل شيء. والحركه هنالك دراسات عملوها في جامعه نيوكاسل هنا في بريطانيا وين يبينوا باللي الانسان اذا نقص من الاكل تاعو وعدل الاكل تاعو صار ياكل كثير من الخضر وينقص من الخبز الفرينه البيضاء السكر الابيض الملح الابيض ينقص منهم قايتيك ويعود يتحرك يشوف بنا شيئا فشيئا يتغلب على مرض السكر بدون ادويه. هذه دراسات هنا في بريطانيا في جامعه نيوكاسل عملوها في 2015 وما فوق. فانت اذا قدرت تعدل هذا راح يكون شيء جيد. فهذه النصائح اللي نعطيها للاخ الادريسي من العاصمه عين طايا مشي من بجايا. عندنا الاخ دليله من الجزائر. السلام عليكم. يبدو ان الاخت دليله انقطعت. عندنا الاخ نذير من لندن او نذيره. نذيره من لندن. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اهلا بك اختي. السلام. شوف يا سيدي انا راني عندي الوزن مفرط وبالخف يطلع لي الوزن. ايوه. عندي مشكل تاع لي فاريس ما نكذبش عليك، عندي مشكل تاع لي فاريس. شحال عندك في عمرك اختي؟ عندي 49. الله يبارك. تقريبا 49 عام. ايوا المشكل تاع لي فاريس كان عندي من قبل ملي كنت صغيره. انا دو في مون اللي كنت تينيجر كان عندي هذا المشكل تاع لي فاريس من صغري. اي أيوة والله كيما قال. وكنت نمشي نتمشى ندير سبور ندير كل حاجه وهكذاك ومازالوا فيا لحد الان. درك نورمالمون ندير اوبيريشن هنا في لندن. أيوة. ما داروليش على ديو تو كورونا فايروس كل حاجه. أيوة. اما لا قعدت هكذاك ومن بعد عطوني واحد تقريبا قالت لي الطبيبه عندك بدايه تاع ايرلي مينوبوز. ايوا سو كي في طاتني هادو ايفوريل اللي تسمع بها باتشيز هادو لي باتش هادو عطاتهم لي زادوا لي في السمنه ضربه وحده زادت لي واحد 5 كيلو 5 كيلو ولا ضربه. أيوة. وحده راني نزيد نطلع فهمت. Yeah. باش تساعدني باش ما تجيش المينوبوز بالخف خاطر قالت لي ماشي مليحه للصحه تاعك. أيوة. ايرلي مينوبوز من قبل بحبت تجيني ايرلي مينوبوز. اوكي اختي. كيفاه راهي نزيد في الوزن وندير ريجيم شويه وكي ندير ريجيم هكذاك ما ينقصش الوزن كاع ما يساعدنيش. شوفي اختي انت ما بدركي في لندن خلي التليفون تاعك ونكلموك الاخوه دوك ياخذوا التليفون تاعك نكلمك فيما بعد تحكي لي تعطيني التفاصيل كثير على عليكم بعد ممكن تكون نصائح ان شاء الله. هذه الاخت نديره مسكوا التليفون تاعها جزاكم الله خير. عندنا مدام عابد من الجزائر. مدام عابد السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي اختي. ويا حبيت نسقسي على مولا بيتي. ايوا واش بيه؟ عنده السكر هو. ايوا شحال في عمره؟ 78. الله يبارك. اها وشحال عنده هو بمرض السكر؟ عنده 25 سنه. ايوا وراه ياخذ الانسولين ولا ما راهش ياخذ؟ هو يدير ايه الزوج يدير تاع الليل وتاع النهار. اي والله اما الشيء اللي ننصحوا به لخاطر اذا كان بلانسولين ما نقدرش ندخل انا كثير. الشيء اللي ننصحوا به هو يعدل الاكل تاعو. اذا سمعتي واش قلت للاخ هذا قبل لحظات هو نفس الشيء. والوصفه نتاعنا اللي راهي موجوده على الانترنت اذا كان واحد شوفي الاولاد ولا عندهم الانترنت يحبطوا لك الوصفه هذه من الانترنت وتطبقوا النصائح اللي فيها. خويا ما عنديش. الاولاد ما كاش اولاد اللي ممكن ينزلوها لك. ما عندناش. جيران ما كاش جيران ما كاش. والله ما نكذب عليك الجيران ما نقدرش نكذب عليك. خلاص. احنا ما عندناش. خلاص. وشو نصيحتك
دي العملية على رجل دي العملية على صباحتي تاع رجليه. ايوا شغل مازال ما ظهرلوش الجرح وعنده عامين مازال ما ظهرلوش الجرح. الله يبارك. شوفي واش ننصحوا؟ يغير الاكل تاعو، ديري له كل يوم تقريب كل يوم عندك في الغداء وفي العشاء شلايد، نحيلو الملح الابيض، ما تكثروش الملح الابيض. تقدري تعوضي اذا استعملتي الكرافس بزاف، الكرافس فيه الملح مليح، فنحيلو الملح الابيض هذاك يدير مشاكل كثيره. الخبز الابيض كيف كيف، اذا ديري له مثلا خبز الشعير. ساعات خبز 90 ساعات نجيبو نديرو له تيسه بسليب. ماشي ساعات كل ما ياكل هو اولا يزمو ينقص من الخبز. ياكل الخبز ياكل. هذا المشكل اختي، لهذا انا ما نقدرش نتدخل، لان كما قلت في البدايه المشاكل تاع السمنه، المشاكل تاع مرض السكر، المشاكل نتاع الارتروس، كل هذه تاتي من سوء الاكل. والخبز الابيض ما خلقناش ربي، هو الانسان الغربي اللي بيض لنا الخبز تاعنا، وحنا رانا نتبعوا، وكي نتبعوا نخلصوا. دوكا ملي دار العمليه على رجلو هكذا نحي له صباحتي تاع رجليه، عاد ما ينوضش، ما قلت لي الفوا ولا فقط ما يقدرش ينوض. لابد تشوفي اختي، لابد تعاودي تشوفي مع واحد محليا تما. انت موجوده فين في الجزائر؟ مفتاح. راكي في بقالم. الله يبارك. اوكي. شوفي خلي التليفون تاعك نكلمك ونعطيك دليل على طبيبه ممكن تشوفوها في العاصمه تما. ان شاء الله. هذا ممكن. نعم. لا انت خلي الرقم تاعك عندنا هنا، هذوك الاخوه ياخذوه، في الاخوه التقنيين ياخذوا الرقم تاعك، ومن بعد نكلمك ونعطيك الرقم تاع الناس اللي تتصلي بهم في العاصمه. هكذا الاخت مدام عابد. عدنا خيرا من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بك اختي. الو تفضلي، انا نسمع فيك. انا بغيت نهضر. تفضلي. بعدي على التلفزيون. انا عندي لاتانسيو. عندك لاتانسيو. وعندي لاغريس في الكبده. واش عندك؟ لا غريس في الكبده. ايه لا غريس، يعني عندك الشحم في الكبده. لا. اي والله. درك واش بدنا ندير؟ وهاني كنت الحاجة شحال في عمرك؟ 70. الله يبارك. عايشك. اي خلاص، احنا الكبده تكلمنا عليها قبل 3 أسابيع ولا 4، واعطينا الحلول. يعني واش ناكل واش ايه هذا واش انت عندك اولاد اللي ممكن ينزلوا لك وثيقه من الانترنت هذا؟ نعم. خلاص. عندي. خلاص. امال شوفي قولي لهم يعاودوا يشوفوا الحصه، هما الحصه كي تطلع في الليل يروحوا يشوفوها في الانترنت، وهايلك الان على الشاشه العنوان نتاع الوثيقه اللي تبين لك كيفاش تاكلي باش الشحم تاع الكبده ينقص لك، وباش الضغط تاع الدم ينقص لك. يعطيك الصحه. هذا هو الحاجه، وانا كنت تكلمت في الاسابيع الماضيه على هذه، قولي لهم يشوفوا معك الحصص اللي فاتوا على الكبده، ويشوفوا لك الحلول اللي تكلمت عليها في ذلك الوقت. ما نقدرش نعاود نتكلم لك عليها كل الان، لان وهي وهو يعني انا نتقيا وندوخ الدوخ هذه الدوخ. على بالي الحاجه، على بالي كل هذه تاتي من سوء الاكل، واذا تبعتي النصائح اللي نعطيهم في الوثيقه هذه ان شاء الله راكي تتحسني كثير. يعطيك الصحه يا حماديك، بارك الله فيك. الله يسلمك. الله يعطيك. الله يعيشك. الله يسلمك يا صح. ربي يسترك. بشفي عليك ان شاء الله.
عايشك صحة. الله يسلمك، بارك الله فيك. فهذه كانت الأخت خيرة من الجزائر. فهل هنالك من مكالمات أخرى؟ عندنا الأخت شفيقة، عندنا الأخت شفيقة من الجزائر. أهلا بك. بك تفضلي أختي. أنا نسأل على المرض عندي الكولون. عندك الكولون، واش به الكولون؟ سمعنا نصائح كيفاش واش ناكل واش ما ناكلش. اش عندك في عمرك؟ 48. 48 مازلتي صغيره باش يجيك الكولون اختي. الكولون هذا وعندي لوطونسيو ثاني. الكولون هذا دائما مشكله هي سوء الاكل. ما راحش نعاود لك نفس الشيء اللي قلته للاخوه والاخوات من قبلك، لكن الوثيقه اللي عندنا على الانترنت هاي اللي على الشاشه الان اللي تقدري تشوفيها، راكي تشوفي فيها هذيك واسمها استراتيجي نوتريسيونيل دو سانتي ديجستيف جينيرال. تقدري تحبطيها من الانترنت، فيها نصايح اللي توري لك كيفاش تخلصي من الكولون. هذه واحدة. شي ثاني؟ شي ثاني، كاين أخت كلمتني من تيزي ويزو في شهر فبراير اللي فات، وقالت عندها الكولون، ونصحتها غير بحاجة، قلت لها تشربي زوجري ثلاثة تاع ماء بزوج حبات قارص كل يوم لمدة 5 أيام، وما تاكلي والو، صومي 5 أيام. اي والله صامت 5 أيام، وما تخافيش، ما الانسان ما يموتش، ولا كوني في الدار برك ريحي وشربي غير الماء هكذاك لمده 5 أيام تشوفي. هي كلمتني في الاسبوع اللي جا فيما بعد وقالت لي كل المشاكل تاع الكولون تاعها راحوا. عليك الانسان لابد يتعب شويه باش يوصل للنتيجه. النتيجه ان شاء الله. هذه من جهه، والجهه الاخرى تعدلي الاكل تاعك حسب الوثيقه نتاعنا هذيك. هيا اختي وربي يجيب لك ان شاء الله. هيا ان شاء الله. عندنا الاخ عبد الله من المغرب. السلام عليكم سي عبد الله. حكيم اهلا بك سي عبد الله. معك عبد الحق من المغرب. اهلا بك خويا. الله يحفظك الله ينورك على هذه النصائح، وتنشكر مستقبل المكالمات. انت سي عبد الحق ياك؟ اي خويا اهلا بك. وشوف انا عندي الله يجازيك بخير، انا كمرت بعد شدتني هذه المزله هذه اليامات، وقعدت في الدار تقريبا تنعرق تنشاف بركتها على الماء، وعرفتي سبحان الله العظيم مشات مني واحد 14 كيلو والله، واخا خلصان بغيت تريني نحيدها ما تحيد. انت استعملت واش استعملت باش نقصت 14 كيلو؟ ما درت والو غير هاد المنزله، نعست وتنعرق تنعرق، ملي دابا الحمد لله نط ولقيت راسي شي تراوه كاع ما كانوا تيجيو قدي، درت لهم 18 14 كيلو مشات مني الحمد لله. والله العظيم الا مشاو ليا داك في البطن ديالي وفي رجليا كنت نحس براسي، تيقولوا لي الدراري وازن، ولكن ملي مشيت عبرت انا فيا متر و80 لقيت 78 كيلو، راه مزيانه. اي والله يعني ايه مليح ما شاء الله. هذيك المنزله سبحان الله العظيم، هذيك ديال المنزله اللي تجي وبحال هذيك السموم تتبغي، بقيت تنعرق تنعرق تنشرب الماء تنشرب الماء والليمون وتنعرق شي 6 أيام وانا شاد الفراش، ومن الحمد لله مشيت الحمام وغسلت ونط والحمد لله رجعت بخير، ولكن تسانتريت. ايوا والله العظيم اودي الحكيم. وصمت دوك الايام ولا هذيك الايام ماشي راه بحال لا صايم، مثلا ما تنحملش الماكله، راك عارف ملي تجي الانسان الفلوار ما تيبغيش يبقى الماكله يبغيها، ما بقيتش ناكل، وليت طايحه على الماء والليمون، غير الماء والليمون غير الماء والليمون صافي. الماء والليمون وقاعد ودافي ومغطي في الدار واحد 5 أيام وانا تنعرق وتنضعف، ولكن الحمد لله نهار السادس راه بحال ما كان والو. في النهار الثالث؟ نهار الثالث. ايوا شوف والله العظيم
يعني نعاودوا باش اخواننا واخواتنا اللي كلموا قبلك بيفهموا مليح. انت يا لمده 6 ايام 5 ايام شربت الماء بالقارص بالليمون او الحامض عندكم، وفقدت 14 كيلو. والله العظيم الى ناعس وتنعرق وشي تيقول لي كورونا ما كورونا، ويا ما كاين لا كورونا لا والو، غير ضربني البرد وجاتني المنزله، جاتني ديك الرواح والكحه وشويه، ولكن عاونت راسي ما كليتش الخبز. أيوة. هذاك الخبز وديك المرقه وداك، لان الناس غالطين يا حكيم، تيقول لك اكل باش تنوض، تقول لي رانا جالس ناكل، تيقول لك لا راه خصك تاكل باش تنوض. طيب ها الناس غالطين في هذه المساله، انت تقول خصك راه ما تقدرش تموت من الجوع، غير صوم اصبر. الله يبارك. هذا خبر مليح. ان شاء الله الاخوه والاخوات اللي كانوا يسمعوا فينا الان واللي الموضوع تاعنا كان على السمنه، والاخوات والاخوه اللي كلمونا على الوزن، خاصه الاخوات واللي قلنا لهم يصوموا 5 ايام ما ياكلوا والو ويشربوا غير ما بالليمون. هاولك السي عبد الحق من المغرب يقول بان تبع النصيحه نتاع 5 ايام ما شرب فيهم غير 2 لتر 3 تاع الماء بالقارص الليمون او الحامض في المغرب، وفقد 14 كيلو. فهذا دليل على ان الانسان اذا بعد الاكل لمده معينه 5 ايام ماهيش حاجه كثيره. وكونوا متقنين اذا ما كانش عندكم مرض قلب ولا مرض كلى ولا ما راحش يصير لكم اي مشكل، 5 ايام بالماء والليمون راح الكولون يبرى، راح السمنه تبدا تزول، وكثير من المضاعفات الاخرى اللي تجي من السمنه تبدا حتى هي تزول. فهذه هي السنه الكونيه. الانسان اذا كان تعدى على السنن وكثر من الاكل والاكل تاعو ملوث و في قضيه التصرف، هذه راح تؤدي للسمنه. فالانسان واش يعمل؟ يعمل مجهود باش يرجع اللور. وان شاء الله في الاسبوع القادم راح نرجعوا لهذه الاشياء اللي ممكن نعملوها، لكن الاخوه والاخوات لابد يسمعوا ويكتبوا. يعني شوف الناس يتكلموا لي الان على الكبد وانا تكلمت عليه قبل 3 اسابيع وتكلمت فيه 3 حصص، علاش الكبد يمرض وعلاش الاخر، ولكن الان الناس ما يكتبوش ويجوا يعاودوا ينصحوا عندي الكبد عندي الكولون عندي الاخر، وانا كنت تكلمت عليهم. فالرجاء كي تسمعوا كلام اكتبوه وبعد طبقوا. وهكذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الحصة اليوم، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.